السلام عليكم كديري لبس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال واشركم بروكا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب وتقبل الصيام والقيام وغفر الله ذنوبنا ان شاء الله الله يتجاوز علينا فيما مضى وفيما سياتي و ن... ن... غادي نشوفوا الوصفة اللي هي غادي تكون واحد الحليوه ديال الصابل سهله سهله جدا في اطار دائما الوصفات السهله والبسيطه اللي كنجيب لكم اللي ما كتحتاجش مقادير بزاف وما كتحتاجش مجهود بزاف هذا هو الشعار ديال القناه ديالي غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده غادي نحتاجو واحد كاس ديال السكر نصف كاس ديال الزيت واحد ساشي ديال الفاني جوج معالق كبار ديال كاوكاو محمر ومهرمش وجوج معالق كبار ديال الزبيب مقطع وجوج معالق كبار ديال الشكلاط مقطع حبيبات مقطع حتى او حبيبات صغيرين او لا مثال او وبالنسبه لهادو الثلاثه تيبقاو اختياريين يمكن تنوعوا فيهم يمكن ديروا واحد الحاجه يمكن ديروا اربعه يعني تيبقى لكم وما غاديش ننسى ساشي تاع الخميره من فئه 8 غرام ورشه ديال الملحه كما كتشوفوا هنايا كنخلط هذيك الزبده مع السكر ضروري انها تخدم مزيان وخاصة تكون الزبده يعني بدرجه حراره المطبخ باش يسهل عليكم تخدموها يعني تخرجوها على بكري بالنسبه للنوعيه ديال الزبده كتختاروا اي حاجه بغيتو انا بالنسبه ليا خدمت بالزبده ديال لابوات ماشي مارغرين ولا كل اخرى كتشوفوا هنايا يعني الزبده كما كتشوفوا دايبه مع السكر ضروري انهم ميبقاوش عندنا تكون الحبيبات ديال السكر خصنا نخدمهم مزيان مع الزبده باش دوك الاضافات اللي غادي نضيفو هما ايضا ضفت نصف كاس ديال الزيت على هذه الزبده هذه تنعاود تنخلط كما كتشوفوا دايره بحال شي بوماده هاد الحلوه هادي كتبغي تخلط بليد يعني ما تخدموا فيها لا باتور لا لا فوي لا حتى شي حاجه لا معلقه لا والو يعني كتبغي تخدم بليد بس الطريقه هذه صافي غادي نبدا نضيف المكونات اللي هي الزبيب جوج معالق كبار قلت مخ... الا كان كبير غادي تقطعوه انا ما قطعتوش حيت عندي هذاك الصغيور هنا عندي جوج معالق كبار كبار يعني وافيين ديال كاوكاو محمر بلا قشور وهرمشتو هنايا عندي واحد حبيبات كبار ديال الشكلاط ولكن قسمتهم يعني بديت كنقطع فيهم وغادي نزيد الاصفر ديال البيضه وغادي نخليو الابيض اللي تزين والدقيق على حسب الخليط كنبدا نزيدو شويه بشويه وحنا تنخلطو لان ميزاننا ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه باش ما يتهرش لينا يعني الـ العجين ملي غادي نبغيو نقطعوه هنايا غادي نزيد 8 غرام من الخميره انا عندي ديما تكون عندي 11 غرام غادي ندير عيني ميزاني نزيد 8 غرام بالضبط دبا حيت ولفت يعني تنعرف تنعرف شحال زدت مو صافي كما شفتوا القوام ديالها على هذا الشكل هذا ما قاصحه ما جاريه حيت الا كانت جاريه مع الفران غادي تسيح لينا غادي تجي ساهله في الخدمه ولكن في الفران غادي تسيح سورتو ان فيها الزبده و الا كانت قاصحه عاوتاني غادي تبدا تهرس وما غاديش طوعنا في الخدمه ديالها غادي نتعطلوا فيها فلهذا نبداو نزيدو الدقيق يعني غير شويه بشويه يعني مي عيننا ميزاننا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا كناخذ الكويره الاولى اللي غادي نديرها على فيلم اليمونتير وغادي نغطيها بواحد الطرف اخر ديال لو فيلم اليمونتير هذا كي يعني كيساعدنا باش نتجنبو نرشو الدقيق بالنسبه لي اللي ما متوفرش عندها لو فيلم لي تقدر ترش غير شويه رشيشه ديال الدقيق ما تكترش يعني غير شويه وصافي باش ما تلصقش ليها واخا فيها الزبده الصابلي ديما تلصق واخا فيه الزبده كيلصق كي صدقوني هذه الحلوه كتجي رائعه جدا هشيشه و وهداك هذاك التلاتي ديال الكوكا والزبيب وهذه باش اللي درنا صراحة تتجي وارا صوبت واحد الحلوة اخرى ديال ديال النخالة هاد العام قلت غادي نصوب غير الحلاوي التقليديين بعت على داك الشيء ديال اللوز ماشي حيت ما عنديش كان عندي اللوز ولكن تيكون صراحه داك الشيء غني بزاف و, يعني تناكلو جوج ثلاثة تحسي براسك صافي ما قدرتيش باقي انك تاكلي حتى شي حاجه موراها لا الحلو ولا شي حاجه اخرى لانه بزاف فيهم الدهنيات وفيهم يعني تنزيدو اللوز وتنزيدو عليه الزبده ونزيدو عليه الزيت ونزيدو تنديرو التخليطه وصافي والزيت راه غني الزيت زي... عفوا اللوز عرفناه غني بالزيوت هو ميدم اصلا ولا هذا قلت هذا العام غادي نتجه ال... الحلويات التقليديين صابلي عادي ما فيه الزبيب يعني الفواكه الجافه فيه الكاوكاو فيه الشوكولات بالنسبه للوليدات بالنسبه للحلوات النخاله اللي درت هي صحيه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المصران واللي عندهم الامساك هادشي علاش درتها ليا انايا ودرت فيها الجنجلان صراحه صورتها ولكن ملي خرجتها من الفران مش عليا الحال ما جات مع الفطور وكنت يعني تتعرفوا اللي عنده يد وحده وخصو الفطور خصو الدراري خصو الحلوه خصو يجمع خصو ومن بعد عاوتاني تيجينا المغرب مع العشاء الصلاه ما كنجيو فين نفطروا ما كنكملش الفطور ديالي والله العظيم ما كنكملش الجميع ديال الماعن حتى كد كتوصل العشاء صافي ما كيبقاش عندك باقي الوقت شنو ديري يعني تنصدق مورا العشاء تتوصل ديك ال12 ديال لي مثلا ما تيبقاش فيا باقي ما يدخل الكوزينه حيت عاوتاني مع 3 ونص خاصنا نفيقوا الفجر يعني وحده في وحده وحده في وحده هذا بعد مرات كنصور وصفات صراحه والله الا عندي شحال من وصفه مصوره ولكن في الاخر اللحظه اللي خرجتها من الفران هذاك اللي هز باش يمشي يوقف التليفون في ذاك ديالو ويصور وهادي ما تيكونش عندي الوقت صافي وكان وكنخلي الوصفه هكا كم مقزمه كما شفتوا سرحت هذه العجينه وهي السمك ديالها ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق تنقطعها على شكل هلاليات بالنسبه للشكل راه تيبقى اختياري الا بغيتو تقطعها دوائر او مربعات غير الغريبه راه ما كتجيش من من هذا النوع لان كتجي متقصه يعني هو خصو شي حاجه يكون ابلا كما قلت لكم دوائر او مربعات او مثلثات او المهم يكون شي حاجه اللي كتسرح هكا الا الغريبه اللي ما كتجيش منه دوك وهذوك اللي هي اللي اللي تيشبهوا اللي الكعب الغزال كنهزوه بشويه باش ما يتهرش وتنحطو فواحد الطاوه اللي فرشت لها لو لو كويسون باش ما تلصقش لينا هانتوما كما شفتو معايا يعني كملت ديك الكمية كاملة اللي عندي راه ديجا دايرة وحدة في الفران يلا ندير هادي ون... ونقدمها معكم نوريكم النتيجة النهائية فاش كطيب كيفاش كتكون كانت هنا داك الابيض ديال البيض على ال... النجيمات ديالنا او الهلال الهلال على شكل هلال يعني نكونو سخيين مع داك الابيض ديال البيض حيت باقي غادي ندردرو عليها الكوكا والمهرمش باش يلصق لينا مع هذاك البيض نبغي نشير لواحد واحد النقطه اخرى انه واحد جوج تعليقات جاوني الغريب في الامر انه المشاهده فيها مئة مشاهده والتعليقات السلبيه فيها جوج جو رغم انه يعني ما كاينش شي حاجه الناس ما كيعلقوش على الوصفه وباحترام وبادب تعلقوا على الضفار وتعلقوا علاش ما عندكش باش تباني لي بيجو وتتصوري في بلاصه وحده وكتصوري أبغيت نجاوبكم انه عندي كوزي وحده ما عنديش عشرين كما اي دار تكون حتى ديال الملك غتكون عنده كوزينه وحده وانا ماشي من طبيعي انني نهز هكا الحوايج ديال الكوزينه ونديهم نصور بهم في الصالون كتجيني عيب كتجيني من قله الاحترام انني نصور وصفه نصورها في الصالون وكل واحد عنده خيرو فسميتو في, في دارو واللي ما عرفك خسرك المهم غير انا ماشي من النوع اللي كيبغي يبان واخا عندي باش نبان باش نكون واضحين من هنا ما كنبغيش نبان الحلوه ديالنا من بعد ما تهبط في الفران تكون على هذا الشكل هذا كما شفتوا ما خصكمش تخليوها حتى تحمر بزاف تاخذ هذاك اللون يعني الاحمر وما خليو ما بيضه يعني بهذا اللون هذا تيجي زوين رغم انه يعني البورتابل ما حقها حين صورت في الليل يعني الليل مع الظلام وهادي وخا تيكون داك الضو ولكن ما كي ما تيكونوش الالوان واضحه تنتمنى تجربوها ويلا عجبكم الفيديو ما عليكم الا انكم تخليو لي لايك وتعليق وشكرا لكم